اليوم العالمي للعمارة مختصون يدقون ناقوس الخطر تجاه المباني التاريخية ذات الطراز المميز. ازدحام وتدافع للمسافرين الليبيين على أبواب شركة الخطوط الجوية الليبية، واتهامات بتلقي ريشا من طاقمها باسطنبول. وفي ملف اليوم نناقش إرساء ثقافة الحوار والائتلاف ودوره في خروج البلاد من مقتنقاتها السياسية والاجتماعية. أهلا بكم إلى العاصمة من قناة النبأ. احتفلت الهيئة الليبية للعمارة في مدينة طرابلس باليوم العالمي للعمارة، وسط حضور المهتمين والمختصين بالمجال. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. نحو نمط معماري يتوازن مع البيئة المحلية ويجسد هويتها، وتحت شعار معمار مسؤول لمجتمع أفضل، احتفلت الهيئة الليبية للعمارة بمدينة طرابلس باليوم العالمي للعمارة في نسخته الرابعة، وسط حضور عدد من المعماريين الممارسين للمهنة والمهتمين بالمجال. يوم حقيقة يعني جميل، ويتزامن الموضوع هدايا في مسابقة حاول تنظمها الهيئة بالتعاون مع الهيئة الليبية للمعماريين لتطوير الفضاء الخارجي لمصرف ليبيا المركزي. فالاحتفالية تتم هدية برعاية المصرف وبرعاية شركة الاتحاد العربي للمقاولات. البناء العشوائي وتعدد الأنماط المعمارية كانت حاضرة في الاحتفالية التي شهدت على هامشها مناقشات حوارية مع القائمين على المجال، برزت خلالها المخاوف من اندثار الهوية الوطنية التي تعد الطرازات العمرانية المحلية أحد إنتاجاتها. طرازات معمارية عربية وإسلامية وأخرى رومانية ومتوسطية شكلت على مدى قرون طابعا مميزا للبلاد، تسعى الهيئة الليبية للعمارة للمحافظة عليه من خلال دمج التقنيات والوسائل والأنماط الحديثة مع الطرازات الموروثة، والسعي للتشديد على آلية وإجراءات منح التراخيص مع الحفاظ على الأيقونات المعمارية كالمدينة القديمة بطرابلس التي تمثل متحفا مفتوحا للتطور التاريخي لفن العمارة بليبيا. قطعا متخوف، لأن هذا التخوف حيفقدنا شخصيتنا المعمارية اللي كانت موجودة أصلا. حتى الإيطاليين لما بنوا في ليبيا وفي المدن الليبية حاولوا أن يتعلموا من الشكل والتكوين المعماري الليبي في وضع مبانيهم، وبالتالي كانت فترة فيها نوع من التقدم للعمارة ولكن بهوية البيئة المحلية، بهوية البيئة المحلية. مجهودات تحتاج لتكافل الجهود الوطنية على الصعيدين الرسمي والشعبي للحد من التجاوزات والحفاظ على الهوية العمرانية الليبية ببناء مسؤول يعكس جوانب الثقافة الليبية والحرص على التكوين الأمثل لخريجي المؤسسات التعليمية المعنية بالهندسة العمرانية. أظهر مقطع فيديو مصور ازدحام وتدافع مسافرين ليبيين للحصول على إيصال صعود طائرة شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية، حيث اتهم المتحدث خلال المقطع بأن القائمين يتسلمون ريشا للصعود، في حين نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تهم موجهة لأحد موظفيها. أفاد مصدر من المصرف المركزي فراسبها بوصول سيولة نقدية قيمتها 70 مليون دينارا سيجري توزيعها على عدد من مصارف المنطقة الجنوبية. وذكر المصدر للنبأ أن السيولة وصلت عبر مطار تمنهند، وأن طريقة توزيعها سيكون عبر المندوبين عن كل مصرف. وأفاد المصدر بأن هناك قيمة مالية أخرى سيرسلها المصرف المركزي طرابلس الأيام القادمة لتوزيعها على كافة مناطق الجنوب. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي منحة مالية تقدر ب4000 دولار لدعم 6 شركات ليبية ناشئة لتطوير مشاريعهم المختلفة.
وذكر البرنامج الأممي في بيان عبر صفحته على الفيسبوك أنه تقدم للبرنامج 109 رجال أعمال، حيث جرى اختيار المانحين الذين شاركوا من مختلف المدن الليبية على أساس جدوى أفكارهم. وأضاف البرنامج أن هذه المبادرة تقودها شركة تطوير للبحوث وتندرج ضمن إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل المرونة والإنعاش الذي يموله الاتحاد الأوروبي. قدمت السفارة البريطانية في ليبيا دعما لأكثر من 30 بلدية في ليبيا لمساعدة النساء غير الممثلات داخل المجتمع. وذكرت السفارة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك أن الدعم المقدم بالشراكة مع منظمة التغيير السلمي استفادت منه حوالي 300 امرأة، مضيفة أن الدعم شمل أيضا الرجال والفتيان والفتيات. وأشارت السفارة إلى أن البرنامج أسفر عن زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها ورفع نسبة القبول في مجتمعاتها، إضافة لزيادة قدرة الشركات على تنفيذ الأنشطة التي تتناول احتياجات المرأة. وحول ونعود بكم حول موضوع الخطوط الجوية وتلقي ريشا من قبل موظفيها. ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية أستاذ محمد جنيوة. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية مردكم على الاتهامات المتداولة لبعض من الخطوط في إسطنبول. أستاذ محمد، هل أنت في الاستماع؟ سألتك ما هو ردكم على الاتهامات المتداولة لبعض من الخطوط في إسطنبول؟ والله أهلا بكم. في البداية طبعا الاتهامات الموجهة لزملائنا في مكتب إسطنبول هذه طبعا نافية عن صحة الأخبار، وإحنا نفيناها في صفحتنا الرسمية، وهذا الموضوع عالي الصحة. السيد مدير المنطقة والسادة الموجودين في محطتنا في اسطنبول ناس معروفة وناس نزيهة، وهذه مش بشهادة طبعا احنا كزملاء في الشركة، بس هذه حتى شهادة الركاب الموجودين في اسطنبول طبعا ببعثتنا الليبية موجودة غادي في السفارة في العراق. طيب برأيك لماذا تلقى الاتهامات لشركتكم بالذات يعني دون غيرها من الشركات؟ إذا أنت عارفة أن شركة الخطوط الجوية الليبية هي الشركة الأم في ليبيا، طبعا موجه لها اتهامات. أنا شخصيا أنا أعرف السبب تحديدا الموجه لها اتهامات، يعني شركة زي شركة الخطوط الليبية تسعى جاهدة أن تحل مشاكل الليبيين الموجودين في الخارج، مع وجود طبعا نقص في بعض الشركات خاصة خط اسطنبول. فطبعا احنا يعني حتى احنا في الشركة مستغربين الموضوع هذا، يعني حاولوا بقدر المستطاع أن نبذل جهدنا بحيث أن نرجعوا ركابنا سالمين الى ارض الوطن، بس للاسف نكون في العكس دائما. طيب هل تواصلتوا مع المكتب المتواجد هنا في اسطنبول للتوضيح الامر او لتحري الصدق من الكذب استاذ محمد؟ سيدتي الفاضله، هو الموضوع طبعا زي ما حكيت لك في البدايه هو عاري على الصحه. الذي حصل تحديدا ان شخص كان عنده حجز، طبعا ما وفاش في حجز ساعة وجاء بعد الحجز بأيام وحاب انه يركب، طبعا هو ما عندهش حجز اوكي يعني على الرحلة، فتواصل مع المكتب قالوا له حاضر يعني تقعد معنا شوية انتظار وبإذن الله يعني نحاولوا كيف انه المفروض انك ترجع، بس هو طبعا بيتلفظ ألفاظ نافية وخارجة مألوف واتهامات، يعني مضطر حتى لتدخل الشرطه التركيه في الموضوع، وقفوا فتره معينه الكاونتر ما اشتغلش. طبعا احنا كشركه الخطوط الجويه الليبيه، وهذا طبعا حديث يعني الموضوع، نفرض في غرامه، وطبعا هذه معمول بها للمعلوميه يعني باش تكون الناس عندها واضحه، هذه معمول بها في جميع انحاء العالم. يعني في حاله ان شخص ما وفاش بالحجز بتاعه وما بلغش الشركه بأنه هو الغير الحجز تفرض عليه غرامة 100 ليرة تركية، هذا بوثائق رسمية طبعا. نعم. المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد جنيوة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
وقعت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقترحة مع نظيرتها التركية مذكرة تفاهم بشأن التعاون ودعم القطاع الصحي في ليبيا. جاء ذلك عقب وصول وفد المجلس الرئاسي المقترح إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مراسم التوقيع على مذكرة التعاون بين البلدين جاءت أيضا بحضور وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، حيث تضمنت توفير العلاج المناسب للمرضى وآلية سداد الديون المستحقة خلال السنوات الماضية. نظم مجلس أولياء أمور الطلبة بمدرسة سمنو للتعليم الأساسي اجتماعا لمناقشة العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه التلاميذ بالمدرسة. المجلس البلدي البونيس وعبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أوضح أن الاجتماع ناقش النقص الحاد في عدد الفصول الدراسية بالمدرسة رغم المراسلات للجهات ذات الاختصاص بالدولة، ما أدى إلى عملية ازدحام واكتظاظ ببعض الفصول الدراسية، كما تم مناقشة مشكلة التأخر في جلب الكتب الدراسية لبعض المواد من مخازن التعليم من مدينة سبها. كما تم تشكيل لجنة من أولياء الأمور للتواصل مع الجهات المسؤولة لوضع حلول جذرية لهذه العراقيل. اجتمع اليوم مجلس الآباء بمدرسة سمن الابتدائية لمناقشة بعض المشاكل المتعلقة باكتظاظ الفصول الدراسية وتأخر الكتاب المدرسي، وقد شكل لجنة وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص لحلحلة المشاكل والتواصل مع جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل. نظمت إدارة الخدمات الطبية بمنطقة وادي الأجال في بلدية الغريفة ورشة عمل للرفع من كفاءة التمريض بالمراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية بالبلدية. الورشة تضمنت عدة محاور حول كيفية تقديم المعالجة الفورية اللازمة للمريض وكيفية التصرف في الحالات الطارئة، حيث يتم الحفاظ على حياة المصاب وطرق الإنعاش والتنفس الاصطناعي ومظاهر الاستجابة والإفاقة في حالات الغيبوبة للمصابين. شاركتنا في ورشة عمل لرفع كفاءة التمريض لإدارة الخدمات الصحية وادي الدجال. طبعا هذه الورشة أساسياتها هي الإسعافات الأولية والطوارئ. المراكز المستهدفة هي بلدية الغريفة فقط، هذه المراكز بكيرات والمرض. نظمت مصلحة التفتيش التربوي وإدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم الخميس حلقة نقاشية مفتوحة حول النهوض بالعملية التعليمية ورفع من مستوى أداء ودور المعلم والمفتش التربوي. وزارة التعليم بالحكومة المقترحة وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ذكرت أن حلقة النقاش التي نظمت بمقر الأكاديمية الدراسات العليا بجنزور تضمن تقديم عرض ضوئي من قبل القائمين على مصلحة التفتيش التربوي وإدارة رياض الأطفال، شمل رؤية وأهداف برنامج عملها والصعاب والعراقيل التي تواجههما والمقترحات والحلول اللازمة لذلك بما يسهم في تطوير سير العمل بقطاع التعليم. جاء ذلك بحضور وزير التعليم عثمان عبد الجليل ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وعدد من مراقبي التعليم ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والمهتمين بالشأن التعليمي. عقد بمدرسة تساوى الثانوية اجتماع لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المدرسة. الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية والنقص والعجز في المعلمين. ناقشنا في هذا الاجتماع متابعة سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجه الطلاب خلال هذا العام ودراسة إمكانية إقامة حفل تكريم لكل متميز سواء كان من الطلاب والله من المعلمين والله الهيكل الإداري للمدرسة يعني والله العاملين. وكذلك ناقشنا ملاحظات مجلس الآباء والمشاكل اللي تعرقل سير العملية التعليمية. هذا الاجتماع اللي هو لمناقشة ما يدور في المدرسة وأيضا لحل المخترقات اللي تمر بها المدرسة، فتم اللي هو عرض على أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب المختارين في مجلس الآباء، عرضنا عليهم جدول أعمال المعروض للنقاش اللي هو من ضمنه كان متابعة سير العملية التعليمية حتى نطلع اللي هو مجلس الآباء على كيف بدأ.
العاصمة مستمرة وفيها بعد قليل ثقافة الحوار والائتلاف ودورها في خروج البلاد من مقتنقاتها السياسية والاجتماعية. أهلا بكم من جديد. طالما كان الوفاق وإرساء ثقافة السلام حلا لكثير من القضايا وما أحوج المجتمع اليوم لنبذ الفرقة وتعلم أساليب الحوار وفض النزاعات، وهي ثقافة أضحت أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة بين أوساط الشباب، ولعلها تفرز في المستقبل القريب جيلا يقدر الآخر ويتخذ من الحوار سبيلا لإنهاء مشكلاته. مشاحنات اجتماعية وخلافات سياسية حادة بين أبناء الشعب الواحد أنتجتها سنوات من الفرقة والنزاع، ألقت بظلالها الثقلات على كافة مكونات المجتمع، واقع دفع الباحثين والأكاديميين بكلية الآداب والعلوم بقصر الأخيار لتنظيم مؤتمر علمي هو الأول من نوعه عن الائتلاف وآداب الخلاف في محاولة لتشخيص مسببات الشقاق وتشجيع ثقافة الحوار البناء. نصل في هذا اليوم إلى خواتيمه اشترك فيه عدد كبير من الباحثين ولله الحمد، باحثون متنوعون في مواضيع شتى كلها تتصل بالائتلاف وأدب الاختلاف. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة احتضنته قاعة المناضل بشير السعدوي بمدينة الخمس، قدمت خلاله أوراق علمية سلطت الضوء على مفهوم الاختلاف وإطاره الديني والمجتمعي في الحالة الليبية. اختلاف لا خلاف هو ما يسعى المشاركون لبيان إيجابياته عن طريق التجارب المجتمعية والمواقف المستقاة من الشريعة الإسلامية التي تصب بمجملها في حماية التنوع الثقافي والعرقي في المجتمع. الهدف من هذا المؤتمر الوصول إلى نقطة لماذا نحن عندما نختلف نصل بها مرحلة الخلاف، نتحول من الاختلاف إلى الخلاف، وهذا فرق كبير جدا بين الاختلاف والخلاف. مبادرات أكاديمية تخرج فيها الجامعات من إطارها النظري إلى فضاءات العمل المجتمعي على أمل تقديم حلول تسهم في تضييق فجوة الخلاف بين أبناء الوطن الواحد وخلق بيئة تفاعلية تحترم فيها الآراء وتسود فيها ثقافة الحوار بعيدا عن لغة الإقصاء والتهميش. وحول موضوع ثقافة الحوار وأدابه ينضم إلينا عبر الهاتف عميد كلية الأداب والعلوم بجامعة قصر الأخيار الدكتور نوري سليمان. أهلا بك دكتور نوري. اختتمتم قبل أيام المؤتمر العلمي الأول حول ائتلاف وأداب الحوار، ترى كيف للمجتمع الاستفادة المباشرة من مثل هذه الفعالية الدكتور النوري؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي كريمة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. سيدتي الكريمة، الموضوع أو المؤتمر الذي أقيم بكلية الأداب والعلوم قصر الأخيار تحت عنوان الائتلاف وأدب الاختلاف نحو استشراف حياة مجتمعية معتدلة، يظل الحديث عن الائتلاف والاختلاف وأدبياته حديثا نظريا منمقا، لكن التجربة بممارسته على أرض الواقع هي التي تكشف عن قدرتنا على توظيف الاختلاف للمصلحة العامة، كما تكشف عن قدر حاجتنا للحديث عن فقه الائتلاف وأدب الاختلاف. وللأسف نحن اتفقنا أو أن أتقننا فن الخلاف وافتقدنا إلى الائتلاف والاتزان بأخلاقياته، فكان هذا قد ساقنا إلى أن سقطنا فريسة التآكل الداخلي والتنازع الذي أورثنا هذه الحياة الفاسدة أو الذي أدى إلى ذهاب الريح، كما في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا ريحكم، سورة الأنفال الآية 46. المجتمع الليبي في إطار الصراعات الحالية يعيش فراغا في مجالات إدارة الشأن العام، أثر على استقرار المجتمع وأدى إلى فوضى في الخطاب بمستويه الرسمي وغير الرسمي،
برزت بذلك تحديات كبيرة ألقت بظلالها على الرأي العام، وعرضت الأمن الثقافي إلى تهديدات نحن تخر مباشرة في مكونات الهوية الليبية، وأصابت قيم المجتمع في الناس فيما بينهم، ولم تسلم منها هوية الوطن بأبعادها المختلفة، ولم يكن البعد الديني استثناء أيضا، فقد مسه الضرب وضف للتسلط وفصل عن قيمه، فأصبح الدين شعارنا للنزاعات الدينية. نعم طيب. وعنوان نعم طيب، عند هذه النقطة تحديدا، ثقافة فض النزاعات عن طريق الجهود الأهلية هي وسيلة ناجعة كانت تستخدم قديما دكتور النوري بين القبائل، لماذا برأيك أبعد عنها المجتمع؟ معلش لو سمحتي أختي العزيزة، الصوت مش مفضل. نعم لو تكرمتي وعدتي السؤال معلش. سألتك، ثقافة فض النزاعات دكتور النوري عن طريق الجهود الأهلية كانت وسيلة تستخدم قديما وناجعة بين القبائل، برأيك لماذا أبعد عنها المجتمع؟ هذه هي ترجع، كل الأمور هذه ترجع إلى ثقافات المجتمع بحد ذاتها. نحن أبقلنا فن أو حولنا الاختلاف إلى فن اسمه الخلاف، وقد نوهت فيما سبق إلى أن هناك فرق كبير ما بين الخلاف والاختلاف. الخلاف يصلنا إلى الحروب أو يصل بنا إلى الحروب، وأما الاختلاف يصل بنا، مفروض نحن نصل به إلى نقطة الائتلاف والتحاور والوئام والتعايش مع بعضنا والوصول، لأن الاختلاف أساسا سنة محمودة، وهي موجودة في كوننا نحن، حتى في الخلقة الخاصة بنا، ألواننا، الدنيا وما نعيش فيها، أمورنا الاجتماعية، أمورنا الدينية، كلها فيها اختلافات. وهذه شيء هذا سنة، هذه كلها سنة محمودة وموجودة، لكن نحن نحول الاختلاف إلى خلاف وللأسف. طيب، كثرت في الآونة الأخيرة المناظرات ولا سيما في الجامعات، ترى كيف يمكن تقنينها والدفع بها حتى تؤتي أكلها في المستوى العام في البلاد الدكتور النوري؟ المناظرات ما بين الجامعات، كل الجامعات تسعى من أجل، باعتبار الجامعات تحوي الأكاديميين والبحاث، كل الجامعات على ما أظن تسعى إلى تسويق فكرة الاختلاف والائتلاف. كل الجامعات لها مستويات ولها قدرات مختلفة عن طريق الباحثين وما يتقدم من بحوث وعرضها، من أجل الوقوف أو الوصول بهذا المجتمع إلى الرقي وإلى التقدم وإلى الوئام. يعني برأيك أنت ترى أنها ناجحة نوعا ما؟ يعني بل نحن مقصرون في هذا الجانب. ليست ناجحة فقط، لعل كلمة النجاح هي كلمة صغيرة جدا. يعني المفروض على الجامعات كلها والكليات الأدبية بالذات والتربوية أن تحدو نفس الحدو وتقيم مثل هذه المؤتمرات، ويجب حضورها من قبل المؤسسات المختلفة حاليا في وسط البلاد أو داخل البلاد. طيب، ما الذي يمنع ذلك دكتور النوري؟ لعله سؤال يحيرني أنا في نفسي شخصي. في المؤتمر الخاص بنا نحن في كلية الآداب والعلوم قصر الأخيار، كنا نتوقع أن يكون هناك يعني حصول عالية جدا من البحاث، ولكن للأسف أتى المهتمون فقط، ولكن الرأي العام أو المواطن العادي لم نجد له أذان صاغية في هذا المؤتمر. لعل الإجابة الدقيقة لا أستطيع أن أجيبك عنها. نعم. طيب، جهود المصالحة والوفاق التي تقام بين الحين والآخر، هل يمكن أن نعتبرها مدرسة قائمة بذاتها، أم تضم لثقافة الائتلاف التي تحاولون أنتم كأكاديميين ترسيخها وتأهيل الشباب لتطبيقها دكتور نوري؟ إذا سوقت إلى السوق أو الواقع الليبي بطرق صحيحة عن طريق الإعلام، أنا أراها أن هي تسعى وتصب في نفس المنوال. ولكن إذا سوقت وأخيلت وجعدت أو تسبت إلى جهات على ما أظن تسعى بسبب تحيل الاختلاف ونقاشات حول هذا الموضوع إلى الخلاف. نعم. عميد كلية الأداب والعلوم بجامعة قصر الأخيار الدكتور النوري سليمان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. متوسطة قصور وادي برزة وشاهدة على عصور عدة مرت بالمنطقة،
تلك التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الرابع للميلاد، كنيسة برزة بمدينة بن وليد في المساحات التالية. تعد واحدة من أقدم الآثار المسيحية في ليبيا، يرجح أنها بنيت في القرن الرابع للميلاد في العهد البيزنطي. كنيسة برزة تتكون من ثلاثة أروقة وفق الطابع البازيليكي، وهو نمط معماري مقتبس من العمارة الرومانية التي تتميز بكونها مساحة مستطيلة مقسمة بمجموعة من الأعمدة إلى ثلاثة أروقة، يعد الرواق الأوسط الأكثر اتساعاً. تقع الكنيسة ضمن قصور وادي برزة أو ما يعرف بالسوق اللوطي لدى أهالي بني وليد. يتربع ما تبقى من آثارها على ضفتي الوادي بمسافة تبعد عن مدينة بني وليد نحو 20 كيلومترا. تحولت هذه الكنيسة إلى مسجد بعد الفتوحات الإسلامية، وأضيف محراب ومجموعة من الغرف بجوار مبنى الكنيسة إبان العهد الإسلامي. وكغيرها من الآثار المهملة، يعاني ما تبقى من آثار الكنيسة والقصور المجاورة لها إهمالاً أثر سلباً على معالمها ونقوشها التي تكاد تختفي بعد صمودها كل هذا الوقت أمام عوامل الطبيعة والزمن. العاصمة متواصلة معكم متابعونا فيها بعد الفاصل، فقرة الاقتصاد والرياضة والنشرة الجوية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونرحب بباقي الزملاء، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بداية رغية النفع على المناطق الغربية خلال هذه الساعات، وترقب لتحديد موعد جديد لانطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. الدينار الليبي يرتفع من مسألة العملات الرئيسة في السوق الموازية. أهلا بكم مشاهدين لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث يشهد الدينار الليبي ارتفاع ملحوظ أمام مسألة العملات الرئيسة مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغت سعر الدولار إلى 5 دنانير و260 درهم مقابل الدولار الواحد. وأما اليورو فقد انخفضت قيمته إلى 5 دنانير و950 درهم، في حين انخفض الجنيه الاسترليني إلى 6 دنانير و680 درهم، والدينار التونسي انخفض إلى دينار و810 دراهم للدينار التونسي الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة، نلاحظ أيضا أن هناك انخفاض في معظم أصناف الذهب أو المعادن، بداية بالذهب عيار 24 حيث انخفض إلى 190 دينار للجرام الواحد، أما عيار 21 فقد انخفض قيمته إلى 160 دينار، وعيار 18 انخفض قيمته إلى 140 دينار، في حين انخفضت الفضة إلى دينار و850 درهم للجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية، نلاحظ أن هناك أن هذه السلعة تشهد استقرار نسبي في معظم الأصناف، بداية بكيلو الكسكسي الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم، أما المكرونة فتستقر عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على الاستقرار عند 4 دنانير و500 درهم، في حين يستقر زيت الذرة عند 5 دنانير و350 درهم للتر الواحد. ننتقل إلى أسعار اللحوم، ونلاحظ أن أسواق اللحوم اليوم تشهد استقرار نسبي في معظم الأصناف، بداية بكيلو الخروف الذي يستقر عند 35 دينار، أما لحم البقر فيحافظ على الاستقرار عند 25 دينار، ولحم الإبل يستقر عند 28 دينار للكيلو، في حين يستقر لحم الدجاج عند 10 دنانير و500 درهم للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات، ونلاحظ أن لم يطر عليه أي تغير ملحوظ بشكل عام، بداية بكيلو البصل الذي يستقر عند دينار و500 درهم للكيلو الواحد، في حين يستقر كيلو البطاطا عند الدينارين، وكيلو الطماطم يستقر عند دينارين و500 درهم، والخيار يستقر أو يحافظ على استقراره عند 3 دنانير و500 درهم للكيلو الواحد. إذا ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليك سميرة وباقي الزملاء. شكرا لك مهيب. الآن ننتقل للزميل عبد الرؤوف الرياني وإلى آخر الأخبار الرياضية. مساء الخير عبد الرؤوف. مساء الخير سميرة. تفضل. شكرا كثيرا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الرياضية التي نبدأها معكم من آخر الأخبار المحلية، حيث علمت النبأ أن اتحاد الكرة سيعلن عن الموعد الجديد
التقاليد لانطلاق لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد مباراة المنتخب الليبي أمام السيشل، والتي سوف تقام في 17 من الشهر الجاري، وستكون عودة المنتخب إلى ليبيا في 18 من الشهر نفسه، حيث ستعلن الجداول والمواعيد الجديدة للأسبوع الأول للدوري الليبي خلال هذا الأسبوع. من جهة أخرى، حقق فريق الأهلي طرابلس فوزا مهما على حساب الاتحاد المصري بثلاثة أشواط نظيفة في الدوري الليبي للكرة الطائرة. المباراة التي تأتي ضمن لقاءات المجموعة الثانية استطاع فيها الأهلي طرابلس أن يكسب الأشواط ثلاثة لصالحه بعد تقديمه مستوى جيد، فيما لم تنجح محاولات الاتحاد المصري في الرجوع للقاء. اختتمت أمس بطولة طرابلس للملاكمة التي شهدت ندية وتنافسا كبيرين بين الأندية المشاركة. البطولة التي أقيمت بالفضاء الأولمبي بطرابلس لفئة الكبار شارك فيها 9 أندية، حيث شهدت مشاركة العديد من الملاكمين، وتميزت البطولة بأداء عالي في معظم النزالات. من جانب آخر، تحصل المتسابقون الليبيون على مراكز متقدمة ضمن رالي تحدي الصحاري بالجزائر في نسخته الرابعة. حقق فيه المتسابقون الليبيون المركز الأول بواسطة فريق الكماز في فئة الشاحنات عن طريق السائق عبد السلام عكرة، فيما حقق شكري عقوف المركز الثاني في فئة السيارات، متفوقين بذلك على عدد كبير من المشاركين في هذا الرالي. نختتم جولتنا من أمريكا الجنوبية، حيث تقام مساء اليوم مباراة القمة في نهائي الذهاب لكأس لابيرتادوريس، والتي ستجمع بين بوكا جونيورز وريفر بليت في مباراة أرجنتينية خاصة على ملعب لابومبانيرا. وستجرى مباراة نهائي الذهاب على أرضية ملعب بوكا جونيورز قبل لقاء العودة، والذي سيكون على ملعب الموني مونتال معقل ريفر بليت يوم 24 من هذا الشهر الجاري. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجولة الرياضية. عودة من الآن للزميلة سميرة بن رحال. إليك سميرة. شكرا لك عبد الرؤوف. الآن إلى الزميل محي الدين علي وآخر أخبار النشرة الجوية. مساء الخير. مساء الخير سميرة. تفضل. مساء الخير أيها السادة الكرام أينما كنتم، وحييكم أجمل تحية. وصول المنخفض الجوي على المنطقة الغربية، هذا المنخفض سيساهم في تشكل السحب أو بدأ في تشكل السحب على العديد من المناطق أو على بعض المناطق الغربية، مزيدا من تشكل السحب وتجمع السحب خلال الساعات القادمة يوم الغد بإذن الله. ستكون الأمطار أو ستعم الأمطار المنطقة الغربية في بعضها غزير على بعض المناطق خاصة السواحل، ويتوغل هذا المنخفض حتى الدواخل جبل نفوسة وصولا إلى بعض من مناطق الحمادة وأيضا حتى مناطق أقصى الجنوب. بالنسبة لمناطق الشمال الشرقي لازال يتأثر بمنخفض يوم الأمس، ولكن هذا المنخفض بدأ يتلاشى وسيكون خلال اليومين القادمين يوم الاثنين والثلاثاء، أو يتحرك المنخفض الذي أثر على المنطقة الغربية خلال هذا اليوم ويوم الغد، سيتحرك ناحية الشرق باتجاه الشمال الشرقي، فيكون أيضا أو ستتجمع السحب من جديد على الشمال الشرقي الليبي الاثنين والثلاثاء وأيضا حتى الأربعاء. إذن ستعم مناطق الشمال الليبي بإذن الله، أو سيعم الغيث النافع بداية من هذه الساعات وحتى يوم الأربعاء على الشمال الشرقي، الثلاثاء والأربعاء على الشمال الشرقي، وغدا الأحد والاثنين إن شاء الله على الشمال الغربي. هذا المنخفض يترافق مع انخفاض في درجات الحرارة، طبعا هناك دعم لهذا المنخفض على سطح الأرض في طبقات الجو العليا، ما يجعل درجات الحرارة منخفضة، ستنخفض بشكل واضح خلال يوم الغد، هذه الليلة يوم الغد وبعد غد، خاصة على المرتفعات الغربية جبل نفوسة والمناطق الأخرى المجاورة لها. الجنوب الغربي الليبي مناطق سبها وباري غات كذلك في مرزق وصولا إلى القطرون، هذه مناطق تشهد درجات حرارة اليوم في منتصف العشرينات، لكنها يوم غد وبعد غد ستكون في بداية العشرينات، إذن انخفاض واضح في درجات الحرارة بتأثير الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على مناطق الشمال، ستؤثر على مناطق الجنوب بهواء بارد، ستنعم مناطق الجنوب بهواء بارد خلال بداية من يوم الغد حتى آخر الأسبوع بإذن الله تعالى. وننتقل ونلقي نظرة على أجواء الكفرة تزربوسير، والتي تشهد أيضا أجواء مغيمة لظهور بعض السحب، ولكن درجات الحرارة تبقى في منتصف العشرينيات خلال هذين اليومين أو ثلاثة أيام قادمة، آخر أسبوع ستنخفض درجات الحرارة على هذه المنطقة. ننتقل إلى خريطة
السحب المتوسطة والتي ستكون بإذن الله تعالى ظهور سحب متوسطة بمنطقة عدم استقرار جوي. هذه المنطقة تساهم في تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة والتي نلاحظها بوضوح على المناطق الشمال الشمال الغربي والشمال الشرقي، مصحوبة أيضا بأمطار بإذن الله تعالى. النشرة الخاصة بالصيد البحري، طبعا يتأثر البحر بهذا المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة. بداية من هذه الساعات سيتأثر البحر، ستزداد سرعة الرياح لتصل إلى 25 عقدة، أي ما يتجاوز 50 كيلومتر في الساعة. فلذلك نعطي تحذير للسادة البحارة على السواحل الغربية بأخذ الحيطة التامة خلال 24 ساعة قادمة بإذن الله على هذه المنطقة. طبعا الموج يصل إلى أكثر من متر ونصف ارتفاع، والرؤية جيدة إلا أثناء سقوط المطر ستكون متوسطة إلى ضعيفة. هذا مصحوبة أيضا الممطار مصحوبة بزوابع رعدية. أيضا الشمال الشرقي الموج خلال هذا اليوم سيكون من متر إلى متر ونصف، والرؤية جيدة بإذن الله تعالى. إذن الغيث النافع سيعم شمال ليبيا بإذن الله خلال هذا الأسبوع، وخاصة يوم الأحد على المنطقة الغربية، يوم الثلاثاء على المنطقة الشرقية بإذن الله تعالى. لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين. إلى اللقاء. وصلنا بكم إلى ختام العاصمة، كما يمكنكم متابعتنا على مواقعنا عبر التواصل الاجتماعي، كما ندعوكم للتواصل معنا على البريد الإلكتروني لصفحة لبرنامج العاصمة @النبأ.tv. هذا وندعوكم لمواساتنا بمقترحاتكم ومشاركتكم بأجمل الصور والفيديوهات، نخصص لها مساحنا معنا في العاصمة. شكرا لكم وطيب المتابعة، إلى اللقاء.